بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله نبتدي وبالرسول نقتدي وبالقرآن نهتدي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله رب الأكوان المشرك بنوره كل مكان، الموجود الحق قبل الظهور والأزمان، والباقي بحق وكل من عليها فان. فلنقرأ الفاتحة لتكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما وثبت لهم على الطريق المستقيم أقداما، وجعل مقام العلم أعلى مقاما، وأودع العارفين لطائف سره، فهم أهل الملاطفة والإلهام، وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه، فشغلهم عن جميع الأنام. من هذا المكان المقام للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عماد عبد الغنيم، ومن هذا المكان الطيب الطاهر ومن موجات أولاد الحج أبو العلا فرج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير ما نستهل به لحظاتنا الطيبة وهو القرآن الكريم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وتلبية لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، نعيش خاشعا منصتي مع التلاوة القرآنية المباركة التي يشرب فيها تلاوة علم من أعلام جمهورية مصر العربية والقارب الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والمقيم بالخور التابعة لمركز ومدينة أشكور، فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيكي. يا جمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك، وكل ذو عينين لا تجعل مع الله شريكا، فليتفضل مشكورا. إلا ليطاع بإذن الله.
وما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم حرجا مما
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أنعم الله عليهم من النبيين ومن يطع الله ورسوله فأولئك
أنعم الله عليه أنعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين يا أيها الذين آمنوا
خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم شهيدا. يا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ولئن أصابكم فضل من الله فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل
يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك كان نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا Oh.
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا كتبت علينا القتال لولا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله وصفت محمدا بالقرآن كالشمس وضحاها ومن سار فيها سار في النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها عاش في ظلمات الليل كالليل إذ يغشاها قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا خاشعين منصتين مع التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالخور التابعة لمركز ومدينة تشمون فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيكي ركبت الإذاعات الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة وكسر من كسور الضيافة المتنقلة التي تطلب وتوجد دائما بمحلات ومخازن أولاد الحج أبو العلا فرج المقيم بمن يلدوي وعن عائلات عزب الجمعة بالإجماع وعنهم عائلات غنيم نتوجه بالشكر للسادة المعزين عن تأدية واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا